بس الفقرة الأخيرة فقرتنا اليومية فقرة الملعب تيوب، ندعوكم دائما للتواصل معنا عبر إيميل البرنامج. حقيقة نحن بانتظار كل إبداعاتكم. حنا كنا ننتظر، يعني كانت فكرة الفقرة أنه يتم تصوير مثلا بكاميرا شخصية بعض اللقطات سواء في ملعب أو في أي مكان عام لمشهد رياضي، ولكن جاءتنا كثير من الإبداعات التي تستحق فعلا أن تظهر على الشاشة. ننتظر مزيد من التواصل عبر إيميل البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة. هذه المرة مشجع شبابي أرسل لنا أو يعني يقدم لنا فريق الشباب فريقه على طريقته. شكرا لمن أرسل لنا هذا المقطع. ما زلنا بانتظار أيضا مزيد من المقاطع الفيديو أو التصوير الخاص بكم في أي مكان، يعني لاعب في مكان عام، في النادي، في المباريات، في الملاعب، أي ربما مشهد غير جيد تتمنى ألا ترى مرة أخرى، بالتالي نعرضه على الشاشة حتى يطلع عليه المسؤولين. هذه الفقرة هي خاصة للتواصل مع المسؤول. مساعد عندك تعليق؟ هذا بيدمر كلش صعب، هذا تفجير وتفجير سيارات الشباب اهدى وافضل واكثر يعني واكثر يعني ان شاء الله هدوء واكثر حكمه انه بيصل، ولكن فيها يظل لكن يظل عمل جيد يعني ما فيه طبعا، او هي انت يعني حسب الفكره اللي تصدر منكم انه ابداعات الشباب، واحيانا تكون الفكره مبالغ فيها لكن يظل عمل إبداعي يستحق. صحيح، احنا ننظر له من جانب هذا الجانب انه عمل إبداعي. نعم. عبد الله، والله ما شاء الله تبارك الله، نحن في عمل إبداعي ومبالغات، وما اختلف عن مدرب الشباب، حتى مدرب الشباب انضم لقائمة المبالغين وقال الشباب يعني مثل برشلونة.